الحقيقة اللي يعني نزل بدري النهاردة أكيد شاف الشبورة الكثيفة اللي أخفت معالم في الشوارع. يعني النهاردة جريدة الأهرام كتبة الشبورة تخفي معالم القاهرة، الشبورة اللي بتتحول إلى حد الضباب حذر منها خبراء الأرصاد، لأنه هذه الشبورة على الطرق ممكن تزيد من الحوادث لا قدر الله. الشبورة تربك المطار وقتلى ومصابون بالمحافظات، دي كانت أخبار خاصة بالأرصاد الجوية بالأمس، وكانت العناوين أيضا الرئيسية النهاردة لجريدة الأهرام. خلينا نشوف الموقف النهاردة إيه، خاصة أنه الساعات الأولى لهذا الصباح الحقيقة كان في شبورة، مدى كثافتها، مدى خطورتها، هيكلمنا عنها الدكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. اهلا، صباح الخير يا استاذ ريان، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دكتور. اخبار الشبورة النهارده ايه، ويعني نصايح حضرتك للمواطنين؟ وحضرتك الشبورة النهارده ظهرت برضو على القاهرة، معظم محافظات الوجه البحري ومدن القناة والطرق المؤدية من والى الساحل الشمالي وشمال الصعيد، لكن الحمد لله كانت اقل حدة من الضباب اللي اثر على البلاد بالامس، وتعذرت معاه تماما الرؤية على كل الطرق كما تفضلت حضرتك، اختفت معالم القاهرة داخل الضباب. كل الخرائط اللي قدامي الآن وصور الأقمار الصناعية بتشير إلى استمرار ظاهرة تكون الشبورة الكثيفة والتي قد تصل إلى حد الضباب، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة، القاهرة، الوجه البحري، الساحل الشمالي، شمال الصعيد. بيبدأ تكونها اعتبارا تقريبا من الساعة 12 واحدة بالليل لغاية الساعة 8-9 الصبح اليوم التالي حضرتك. فطبعا هتستمر معانا على فكرة على الأقل لمدة 2-3 جايين. طبعا حضرتك هنا يعني بنطلب من كل السادة المواطنين اللي بيسافروا عبر هذه الطرق القيادة بهدوء كامل، الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق. كان في إضاءة خاصة بالشبورة المائية، ريت إن هم يستعملوها. عدم تخطي السيارات الأمامية، الأفضل إرجاع حركة السفر لبعد الساعة 9 من الصباح. طيب دكتور وحيد، مدى تأثير الشبورة دي على حركة الطيران يا فندم؟ يعني شفنا حركة الملاحة الجوية امبارح حصل فيها تحويل لمسارات بعض الطائرات ومنها رحلات خاصة بمصر للطيران. والله حضرتك هو في تنسيق كامل، واحنا يعني بالمناسبة بنتبع وزارة الطيران المدني الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تنسيق كامل معهم. أنا كراجل أرصاد مهمتي إن أنا بأصدر تنبؤات جوية وبقول إن الرؤية هتنخفض لأقل من كذا وإن في شبورة، لكن شرطة الطيران المدني هي صاحبة القرار في عملية إرجاء بعض الرحلات أو أي تغيير في الملاحة الجوية حضرتك. إن أنا زي ما قلت لحضرتك شغلي بيقتصر فقط على إصدار النشرات الجوية. يعني حضرتك النهاردة شايف انه الطقس هيكون شتوي ومايل للبرودة بشكل كبير؟ هو طبعا حضرتك ما ننساش ان احنا في فصل الشتاء، ومعروف ان شهر ديسمبر ويناير من ابرد شهور السنة، فالخرائط كلها بتقول ان احنا هنستمر في الطقس المائل للبرودة على القطاع الشمالي لمصر، مقصود بكلمة القطاع الشمالي اللي هي القاهرة، السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري. اما بالنسبه لمحافظات جنوب الصعيد وشرم الشيخ والغردقه جنوب سيناء، الجو يميل للدفء، ده بالطبع خلال ساعات النهار، لكن اثناء الليل الجو شديد البروده على كافه انحاء الجمهوريه، بيصل الى حد الصقيع على بعض المحافظات زي محافظات شمال الصعيد عند الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، ووسط سيناء. فطبعا هنا ارتداء الملابس الثقيله بقدر الامكان، خاصه للساده المتواجدين خارج منازلهم خلال الساعات المتاخره من الليل. الخرائط بتقول ان هناك استمرار لسقوط الامطار على السواحل الغربيه للبلاد، مقصود بيها مطروح والاسكندريه. شكرا لك دكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه.